أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ماربورغ القاتل، وتدهور صحة المصاب الصحية بسرعة قبل وفاته في غينيا، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها إصابة بالفيروس في إقليم بغربي إفريقيا. لكن الفيروس المميت أودى بحياة 88% من الأشخاص الذين أصابهم قبل سنوات. في الوقت الذي لا يزال العالم يحارب فيروس كورونا، توفي رجل في غينيا بعد إصابته بفيروس ماربورغ الذي تحذر منه منظمة الصحة العالمية. حكومة غينيا أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة إصابة بمرض فيروس ماربورغ في غينيا، وهذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها هذا الفيروس غينيا وغرب أفريقيا. الفيروس المميت انتقل من الحيوانات إلى البشر مثل كوفيد-19، ينتمي إلى عائلة فيروس إيبولا الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشيه في غينيا منذ شهرين فقط. أعراض فيروس ماربورغ مشابهة جدا لفيروس الإيبولا، تبدأ بحمى مفاجئة وصداع وتوعك ثم نزيف، لذلك من السهل جدا الخلط بينه وبين فيروس إيبولا. الفيروس المكتشف منذ عام 1967 تسرب من مختبر في مدينة ماربورغ الألمانية، يرتبط بالقردة والخفافيش، وما أن يصاب به الإنسان حتى تنتشر العدوى من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأغراض الشخصية الملوثة. فيروس شديد العدوى تصل معدلات الوفاة به إلى 88% من الإصابات. لا علاج أو لقاح معتمد له حتى اللحظة، يهدد بتفشي وباء آخر قد يهلك العالم. ينضم إلينا من نيويورك الدكتور المتخصص بعلم الفيروسات البروفيسور حكيم شعب الله، أهلا بك معنا. في البداية بروفيسور، يعني كيف ظهر هذا الفيروس وما مدى قدرته على الانتشار؟ طاب مساءكم وشكرا لكم على استضافتي. من المؤسف أن هذا الفيروس شديد العدوى، وهو من الفيروسات التي وجدت بداية في بيئات الكهوف، في مناطق الكهوف، في البيئات المظلمة، وقد عرفناه منذ سنة 76 حينما كان على علاقة بمن يعملون في المناطق المعتمة وفي الكهوف. نقلوا العدوى بهذا الفيروس خارج قراهم، وفي حالة ألمانيا كما ذكرتم انتقل من بعض القرود الخضراء، انتقلت إلى ماربورغ في ألمانيا من أجل استخدامها لإجراء بعض الفحوص والتجارب. ومن المؤسف أن بعض هذه القرود هربت من المختبر. هو فيروس خطير ونادر، والوضع الذي نحن إزاؤه الآن في عام 2021 ما نشهده في غينيا مبعث قلق كبير، وذلك يشبه ما عانيناه مثلا في وقت تفشي إيبولا. الوضع مقلق للغاية، لأننا في وسط جائحة عالمية مسبقا، ولا تتحمل البشرية تفشي موجة جديدة من فيروس آخر. نعم، طيب كيف وصل إلى غينيا تحديدا؟ آخر ظهور لهذا الفيروس كان في عام 2017 بتسجيل 3 حالات في أوغندا. كما تعلمون الكثير من هذه القرى في منطقة في غينيا هي قرى نائية وما تزال بدائية نوعا ما في طريقة الصيد وتناول الطعام، وهذا على علاقة باقتصاد التغذية وطريقة إطعام الأهالي لأسرهم هناك. ووفقا
لما علمناه من التقرير الذي قدمته السلطات الصحية في غينيا لمنظمة الصحة العالمية بأن الحالة التي ضبطت كانت على علاقة بتناول بعض الفواكه في مناطق ينشط فيها هذا الفيروس، وهذا الشخص تحديدا خرج من قريته بحثا عن المشورة الطبية، وهذا ما جرى معظم الأحيان، هكذا يحدث التفشي وانتقال الفيروسات، ويحدث أحيانا انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر حينما تخرج الحيوانات للصيد مثلا وتحتك بالبشر، وتبعات ذلك هي انتقال الفيروس. وعلينا أن لا ننسى بأن المسألة ترتبط ب 150 شخصا احتك بهم هذا الشخص المصاب. لذا المسألة بمنتهى البساطة، الفيروسات تعيش في نظمها الحيوية، وحينما تتغير بيئتها وتتغير الأوضاع الاقتصادية في عدد من البلدان، أو حينما تتغير الطرق التقليدية لتناول الطعام وللحصول على الطعام، وهذا التبادل والانتقال في الفيروسات من الحيوانات إلى البشر هنا تكمن الخطورة. هذا يعني بأن منظمة الصحة العالمية من غينيا إلى الكونغو على منظمة الصحة العالمية أن تمسح الحقول والمناطق هناك على المساحات الشاسعة بين تلك البلدان، لأن الأراضي هناك أراضي خصبة وخضراء جدا، وهنالك الكثير من السكان المحليين يخرجون للصيد يبحثون عما يأكلونه وفي هذه الفترة من السنة تحديدا. لو تعطينا تفاصيل أكثر حول أعراض الإصابة بهذا الفيروس. الأعراض هي مشابهة تماما للفيروسات التي تصيب بالنزيف. هذا الفيروس شديد العدوى، حالما يدخل إلى الجسم يبدأ المصاب بشعور بأعراض حمى مرتفعة جدا. فهذا الفيروس يستهدف المنظومة المناعية للجسم، وهذا فيروس خطير ومميت، يغير من سلوكه ومن نفسه ويحاول إيقاف المنظومة الدفاعية، وحالما ينتهي من هذه المرحلة تدخل أعراض جديدة، يبدأ فيها المصاب بالإحساس بصداع مؤلم للغاية، وحتى أنه يبلغ مستويات من فقدان الوعي، لأن الفيروس يبدأ بمهاجمة معظم الأعضاء، ويبدأ الدماغ بالتواصل مع هذه الأعضاء المصابة بالعدوى لفهم ما الذي يحدث في هذه الأعضاء، ومع فشل وبدء هذه الأعضاء بالفشل وبالإخفاق إما تتوقف عن العمل، وتبعات ذلك قد يترتب عنها وفاة الشخص المصاب. يشبه تماما إيبولا، نفس أعراض إيبولا، وأحيانا من الصعب التمييز بين أعراض الفيروسين في الواقع، وقد يحتاج الأمر بعض الفحوصات المخبرية لتحديد الخلاف الفروقات بين بروتينات كل من الفيروسات، ونجري احيانا فحوصات دقيقه جدا من اجل التمييز. اما بشان كيف تظهر هذه الفيروسات، تبدو اشبه بالفايبر او بالانسجه، وهذا السبب الذي يدعونا لتسميتها بالفيروسات الفايبريه. وأولئك الذين يصابون بهذا الفيروس، الشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه لهم هو تقديم السواد. حكيم جاب الله المتخصص بعلم الفيروسات، شكرا لك.